مساء الخير، بحييكم من الإسكندرية. دكتورة سناء السخن، استشارية أمراض الدم والأورام، رئيسة جمعية الأورام الأردنية سابقا، في ضيافة جامعة الإسكندرية. بشكرهم على استضافتي في مؤتمرهم السنوي رقم 21 في الإسكندرية. I was invited to discuss the role of extended endocrine therapy in breast cancer and نتحدث عن أحدث العلاجات والتقنيات لمعالجة الأورام الأكثر شيوعا في المنطقة العربية، وهي سرطان الكولون وسرطان الثدي. من أهم العوامل التي نركز عليها كأطباء حاليا، بالإضافة إلى متابعة أحدث التطورات العلاجية لعلاج مختلف أورام الجهاز الهضمي أو أورام الثدي وغيرها من الأورام، التركيز على أهمية الدقة في العلاج. الدقة لا تعني فقط التركيز على تفاصيل الورم وميزات الورم حتى نختار العلاج المناسب، وإنما تركيز على المريض نفسه، ما لديه من أمراض أخرى وظروفه الاجتماعية، ما يسمى بكوموربيديتيز، وجود أمراض السكري، أمراض الضغط، أمراض القلب، أمراض هشاشة العظام، بالإضافة إلى طبيعة الحالة الاجتماعية، المقدرة المادية، بالإضافة إلى مواصفات الورم وما يحتاجه الورم من علاج، سواء علاجات بيولوجية أو كيميائية أو هرمونية وحديثا مناعية. ليس نفس التشخيص لدى أكثر من مريض، ممكن أن يعالج بطرق مختلفة، وجميع هذه الطرق تكون مثالية بالنسبة لوضع المريض المحدد. بالتالي هناك مرضى نختار أن نستخدم علاج هرموني معين مقابل علاج آخر لمريض آخر بنفس الحالة، بنفس المرض، بنفس المواصفات، بسبب وجود مضاعفات لدى هذا المريض تحد من استخدام الدواء الذي يعتقد أنه أكثر فعالية. To give you an example, a patient having osteoporosis, diagnosed with early breast cancer, she's postmenopausal. Probably I would elect starting her on tamoxifen as opposed to an aromatase inhibitor for a couple of years, improve her osteoporosis status, and then switch over to aromatase inhibitor, as opposed to another lady where I would start with aromatase inhibitor upfront, looking at her general condition. No osteoporosis, she is healthy, she has no comorbidities, and her financial status can afford it. I would start with aromatase inhibitor as opposed to the other lady where I started with tamoxifen. Extending treatment with endocrine therapy depends not only on the patient risk of getting recurrence or having a complication at 10 or 20 years because her disease was advanced stage, but also it depends on her ability to adhere to treatment. بمعنى أنه لو وصفنا علاج فعال ولم نكن على تعاون مع المريض أن فعلا أنه يأخذ الدواء، لا فائدة للدواء للمريض إذا لم يتناول المريض الدواء. هذا شيء يجب أن نعمل على التأكيد على الطبيب فعلا أن يتعاون مع المريض ليتأكد أنه يتناول الدواء اللي بعطيه، خاصة في الأدوية الحديثة كثير منها على شكل حبوب ليست على شكل إبر. فالمريض العلاج، رحلة العلاج رحلة تعاون بين المريض والطبيب والأهل. نركز أيضا على مضاعفات العلاج. العلاج قد يكون مفيد جدا، ولكن أحيانا مضاعفاته تكون أسوأ من أو أكبر من الفائدة التي يحصل عليها المريض. بالتالي نركز على خصوصية العلاج للحالة. هذه أكثر أمور نركز عليها حاليا. العلاج المناعي قد يكون رائع ويحقق نتائج ممتازة، لكن إذا كان المريض لا يستطيع أن يأخذ سوى جرعة أو تنتين مقابل أن يتلقى العلاج الكيميائي بنفس التكلفة، نلجأ إلى خيار العلاج الكيماوي مع إعلام المريض أن العلاج المناعي يحسن نسبة الشفاء ممكن أو التجاوب للمرض، لكن هذا لا يعني أنه إذا لم يتناول العلاج المكلف لن يحصل على نسبة من الاستجابة من العلاج الأقل كلفة. هذه أمور نتحدث عنها حاليا أكثر بكثير من السابق. كنا في السابق نركز فقط على أحدث التطورات، الآن نركز على كيف نستخدم أحدث التطورات حسب ظروف المريض الصحية والاجتماعية. ونتمنى الشفاء لجميع المرضى في كل مكان، وخاصة أهلنا
في مصر وفي الأردن وفي الوطن العربي. شكرا لاستضافتكم.